أو الوسطية الصحيحة لمفهوم الخطأ. ونحن خاصة عندنا في السودان إشكالية في المفهوم الصحيح أو الوسطية الصحيحة للخطأ، خاصة إنه بعض الدعاة بيقع في أخطاء منهجية تخالف أصول السنة، وهم يعتبروا هذه الأخطاء أفوات وزلات. فما هو المفهوم الصحيح أو الوسطية الصحيحة لمفهوم الخطأ؟ هل هو يعني كل خطأ يعتبر هفوة وذلة، أم أن هناك خطأ كفري وخطأ يعني يعتبر بدعة وضلال وخطأ يعتبر هفوة؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني فيما يتعلق بالحديث الذي ذكرته عن ذي الخويصرة، والشيخ جزاه الله خير ذكر عند قول ذي الخويصرة يا محمد اعدل، وقال هذه تعتبر قلة أدب، وهذا كلام صحيح، لكن قد يشكل على بعض الناس، وخاصة يعني حصل لي في بوابة، قام خطيب وطلع المنبر وقال أي زول بقول يا محمد يعتبر كافر، وقال الوهابية بقول يا محمد. وطبعا أنا كان رديت عليه وقلت له إذا كان يعني يا محمد في باب البيان والإخبار عنه ما في مانع، كما قال أبو بكر الصديق في خطبته من كان يعبد محمد فإن محمد قد مات، أما في باب المخاطبة في حياته فهذه تعتبر إساءة، لأنه الصحابة ما كانوا يخاطبوه في هذه المخاطبة، فنريد من الشيخ زيادة بيان أو إيضاح في هذا السؤال. السؤال الثالث، الشيخ أبو بكر عذاب جزاه الله خير ومعه مزمل ناظروا كثير من أئمة التصوف في هذه البلد، أمثال محمد القصر الزيري داعية الشرك وشعوذ والدجل، وأخيرا أحمد داود أيضا، وهؤلاء الدعاة الذين ناظروهم هؤلاء الشباب على وسائل الإعلام يقولون بأن الولي يحيي الموتى، ويأتون بشبه من هذه الشبه، يقولون أن شيخ الإسلام ابن تيمية يذكر آثار أو أسانيد عن السلف، يقول إنه يعني ثبت عن بعض السلف أنه دعا الله فأحيا له حماره والآخر أحيا له فرسه، فنريد أيضا يعني رد من الشيخ، وهل يعتبر حديث عبد الله بن حرام والد جابر في هذه المسألة كدليل، وهل شيخ الإسلام ابن تيمية كان يعتبر هذه المسألة أصلا باعتبار أنه لو مات لك شخص قبل ما يدفنوا الجماعة تقول كده دوني فرصة نخش نسأل الله إعادة الموتى؟ فهذه الثلاثة أسئلة الشيخ تفضل إن شاء الله يجيب عليها. طيب بالنسبة للأسئلة الثلاثة دي أسئلة تانية في الموضوع ده إن شاء الله. السؤال الأول من الأخير للأول، يقول مثلا انه دعاة التصوف الان في الساحة كما الناس شاهدت المناظرات اللي كانت في التلفزيون، المناظرة مع احمد داود، ودانا كان حضرتها داخل الاستوديو، فجزاه الله خير الشيخ مزمل بين فيها بيان قوي جدا ورد فيها على الشبهات، لحد ما اخبرني واحد من الاخوة من منطقة جلقني دي هناك في الصعيد، المهم هو ذاته من نفس المنطقة أو بيجي بتردد عليهم كثير في منطقة جلقني هناك، فواحد منهم مشى اتكلم مع أحمد داود من الإخوة وقال له يا أخي عندنا زول جاي يناظرك تاني، قال له لا تاني مناظرة مع جماعة رسوم دايرة، لأنه بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا وفق الإخوة في الرد عليه، والمناظرة كانت حاسمة جدا ونفت كل الشبهات اللي جابها هذا الرجل. مسألة إحياء الموتى يا أخواننا هذه معجزة لنبي الله عيسى ابن مريم عليه السلام، ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله واطيعون، إلى أن قال الله تبارك وتعالى وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية، أي معجزة، معجزة تدل على أنه نبي، تدل على أنه نبي من الأنبياء. وهذا يا أخواننا ما معناه أنه كل إنسان بيحيي الموتى، لا، ربنا مدام جاب معجزة لنبي الله عيسى دي معناه أمر خارق للعادة، ما كل أحد بيعمله. عشان كده لما نيجي زول يقول لك نحن أوليانا بيحيوا الموتى، تعرف إنه ده شرك بالله سبحانه وتعالى، ما في حد عنده المقدرة يحيي الموتى، لأنه اللي بيحيي الموتى
هو الله سبحانه وتعالى. حتى عيسى بن مريم قال وأحيي الموتى بإذن الله، بإذن الله. إذن الذي يحيي الموتى هو الله سبحانه وتعالى. ربنا يقول فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. يحيي الموتى الله سبحانه وتعالى. لكن هذه المسألة ربنا سبحانه وتعالى خص بها عيسى ابن مريم لتكون معجزة تدل على أنه نبي مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. طيب، ذكر أهل العلم منه ابن تيمية في النبوات وفي مجموع الفتاوى رسالة الفرقان إنه في بعض الآثار عن السلف دعوا ربنا سبحانه وتعالى فأحيا لهم ميتا من الحيوانات، يعني فرس، حمار، كذا. لكن حتى عن السلف ما ورد، حتى عن السلف كلهم ما ورد إنه زول أحيا لزول، ما ورد أصلا. إنما الورد إنه أحيا له حمار أو أحيا له فرس. وإن كان في أسانيد هذه الآثار كلام، لكن العلماء قالوا هذا يدخل في باب الدعاء، يدخل في باب الدعاء. يعني الليلة لو جاء الشيخ ذاته ده قال أنا دعيت الله والله اللي عمل الشيء ده والله اللي أحيى الميت أنا دعيت الله، نحن نقول له لحد هنا ما عندنا معك مشكلة، أنت دعيت الله؟ أي ما في مشكلة، أدعو الله. لكن هم ما بيقولوا إحنا بندعو الله، بيقول لك أنا بحيي الموتى. فهمتوا الفرق؟ يعني أنت أدعو الله، الله ممكن يجيب لك البعيد والشي الغريب ممكن ربنا يجيبه. مريم عليها السلام دخل على زكريا، ربنا قال فلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها شنو؟ رزقة، وهي ما عندها مصدر بتاع رزق بيجيبوا لها، وجد عندها رزقة. قال أن لك هذا، قالت هو من عند الله. ربنا قال هنالك دعا زكريا ربه، دعا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، رغم انه زكريا كان كبير في السن وزوجته عجوز كبيرة في السن، لكن دعا ربه. نحن هسه بنقول العجوز ده ما بيلد تاني والمرأة العجوز ما بتلد، لكن عمل شنو؟ دعا ربه، ربنا اداه وهبنا له يحيى واصلحنا له زوجة. كويس، ما في مشكلة كونك تدعو الله والله يديك. لكن هسه لو جاء واحد قال وزكريا عليه السلام بيهب الولد، نقول ليش شنو؟ نقول هذا شرك، وزكريا ما بيهب الولد ولا وهب الولد لمرته، إنما دعا ربنا. ربنا قال في سورة الأنبياء وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له. إذن زكريا عمل شنو؟ دعا ربنا. نسأل الجماعة دي السؤال، أحمد داود ولا أي واحد من الجماعة دي، نقول له أنت بتدعو الله والله بيديك ولا أنت بتدي الجنة؟ يقول لك أنا بدي الجنة وشيخي بيحيي الموتى. نقول له إذن ده الشرك بالله، لأن ربنا قال لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب، يهب الله، الله اللي بيهب، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. عقيمة ده تاني ما بذل بديو، عشان كده تفهم الفرق في نقطة بسيطة. الدعاء، الدعاء ده ممكن اعمل الحاجة اللي انت بتشوفها مستحيلة. ذنون عليه السلام لما خرج من قومه ربنا قال فساهم في السفينة رمى القرعة فكان من المدحضين، القرعة وقعت ضده المرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة، وقعت القرعة ضده لحد ما شالوا النبي وجدعوه في البحر. كويس، أو وقع البحر ربنا قال فالتقمه الحوت وهو مليم، بلعوا الحوت وخش بيه في قاع البحر جوا. هذه هسه انت بالاسباب المنطقيه كده، ده تاني بيمرق زول زي ده كده.
بالاسباب المنطقيه اللي بنعرفها نحن. لا 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 اقنع ساي يقول لك لو هسه قلت له والله يا اخوي تلا بس هيني في البحر اللي جاي ده وجا حوت بلع ومشى هسه لو قلت لا يزول يقول لك شنو؟ والله اقنع امشي ساي اقنع ما في حاجه ثانيه. لكن لاحظ عمل شنو؟ ها ربنا قال فنادى في الظلمات ظلمة الحوت بطن الحوت ظلمة الليل وظلمة البحر فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الله قال شنو؟ لاحظ ف طوال يعني فاستجبنا له طوال ربنا طلعه. أها إذا نحن قضيتنا مع النازل وين؟ النازل بيقول لك نحن بنمرقك من الشدائد ونحن بنقول لك أدعو الله الله اللي بيمرقك من الشدائد. عرفت الفرق؟ عشان كذا الفرق كبير جدا. يجي يقول لك ونحن بنحيي الموتى قوماك نزاور قال دي الأبيات مكتوبة في الكتاب بتاع رياض الجنة قوماك نزاور للأولياء الأغطاب ليهم نشاور منهم خفي الحال منهم مجاهر منهم عليم بالغيب باطن وظاهر. شفت المشكلة وين؟ يقول لك عليم بالغيب ويقول لك بتصرف في الكون ويقول لك بدي الجنة كم أدى ولد في كل بلد كم حل عقد ها؟ ادي هو هو اللي بدي. ودي مشكلتنا نحن يعني هم بخلاصة الرد على الموضوع ده لو جو قالوا والله عندنا زول دعا الله زي ما انتوا قلتوا منو صلى ابن أشيم دعا ربنا وربنا أحيا له فرسه ومنو دعا ربنا انت لو دعيت ربنا احنا ما عندنا معك مشكله بس انت ادعو ربنا. لكن انت تقول لي الولي بتاعي ولا احيا الموت الميت والولي بتاعي والجابه. طيب النقطه الثانيه علق الشيخ على كلمه يا محمد يا محمد فانا ذكرتها في خلال المحاضره قلت الزول ذاك بخاطب في النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد اعدل. هي كلمه يا محمد قد تطلق زول يطلقه بأسلوب مؤدب وقد زول يطلقه بأسلوب فيه سوء أدب. يعني نفس النداء النداء ذاته حسب سياق الكلام لأنه ذاك تخيل بعدها قال شنو؟ يا محمد قال اعدل فإنك لم تعدل. هذا سياق فيه سوء أدب واضح جدا ده سياق فيه سوء أدب. أما كون الإنسان لو قال محمد هل معناه في كل ما قال محمد تكون سوء ادب؟ لا ما كده لا لا. ابو بكر الصديق قال شنو؟ من كان يعبد محمدا الاثر اللي نقله الشيخ من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. سبحان الله العلماء قالوا فيها فائده عجيبه النقطه دي. ليه ابو بكر الصديق قال محمد؟ مع انه اكثر زول من الصحابه بحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني أكثر زول ممكن نقول أو من الناس اللي فارق معاهم فراق النبي صلى الله عليه وسلم شديد. لكن ليه؟ جاء قال له محمد. العلماء قالوا لأنه الموطن ده موطن لا يذكر فيه الإنسان بالمناقب. الناس فاقدينه فقدوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ده ما موطن تتكلم فيه كلام بالمناقب والألقاب. زول يقول لك مثلا مات لك ابوك يجي واحد يمسك المايك يقول اليوم فقدنا رجل الامه الرجل المنفق الرجل العظيم الرجل الذي بنى المساجد الرجل. انت اللي بيحصل لك شنو؟ بتقطع قلبها له كده انت. عشان كده قالوا من فقه ابو بكر الصديق رضي الله عنه في الوقت ذاك ما قال لهم من كان يعبد رسول الله حبيبي ولا قال لهم من كان يعبد سيد الورى وسيد ولد آدم. لا قال من كان يعبد محمدا عشان يخفف على الناس محمدا. قال فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وده من فقه الصحابة رضي الله عنهم لأنه الوقت ذاك أصل نفوس الناس مهيئة لأن تسار شديد فالزول دائما عشان كده العلماء قالوا النعي حرام. تقال النعياتو مش تمسك المايك تقول لهم يا اخواننا حاج فلان ده مات مات حاج فلان والد فلان
والناس مثلا تجي تشهد الجنازة وتشهد الدفن وكذا، لا لا، ده ما النعي، ده ما حرام. النعي إنه إذا مات زول تجي تمسك المايك وتتكلم عن مناغبه، هذا الرجل فعل وهذا الرجل، ده محرم. ليه؟ لأنه بزيد المصيبة على أهله، بزيد عليهم، كويس؟ فده من فقه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. عموما توجيه كلامك جيد، إنه كلمة محمد اللي قالها الرجل الخارجي ذاك قال بصيغة فيها إساءة أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة ما كان يخاطبوا النبي صلى الله عليه وسلم بمحمد، ما كان يخاطبوا بهذه الصورة. بل من أجمل ما نقل في هذا من الفضائل العظيمة، ثابت ابن قيس بن شماس صحابي جليل كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، لو جاء وفد فيهم شاعر وتكلموا أساءوا للإسلام بيرد عليهم حسان بن ثابت، ولو جاء وفد وفيهم خطيب بيرد وبيتكلم ثابت بن قيس بن شماس، وكان جهور الصوت، صوته عالي، وعند العرب محمود الإنسان الصوت جهور في الخطابة، ما في ميكروفونات زمان وكده. فلما نزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، قالوا اعتزل ثابت ابن قيس ابن شماس في بيته، بقى ما بيطلع. فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أين ثابت؟ قالوا يا رسول الله سمع الآية، فقال فإني أخشى أن أرفع صوتي عند النبي صلى الله عليه وسلم فيحبط عملي فأدخل النار. بالله شوف الصحابة دي أدبهم كيف، قال أنا ذو صوتي عالي، أنا ما بسيء الأدب، لكن خلقة الله أنا صوتي عالي، خايف أجي للرسول صلى الله عليه وسلم أرفع صوتي عنده أخش النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هو من أهل الجنة، هو من أهل الجنة. عشان كده العلماء قالوا من المبشرين بالجنة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه وأرضاه. عموما التعليق مهم على مسألة إنه الإنسان ما يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الخطاب اللي ذكره الرجل الخارجي ذاك، عليه من الله ما يستحق. آخر سؤال يقول الأخطاء هل هي كلها على درجة واحدة ولا الأخطاء على درجات؟ يا أخوان الأخطاء ما على درجة واحدة، الأخطاء ما واحد. يعني الليلة الإنسان اللي بيشرك بالله يعبد الصنم ولا يعبد وثن وقبر، ده أخطأ. وشخص ثاني شرب الخمرة، ده أخطأ. وشخص ثالث شرب ما خمرة، شرب عصير لكن شربه بيده الشمال، ده أخطأ. هل الثلاثة ديل واحد؟ ما واحد، أصله ما واحد. العبد القبر أو العبد الصنم ده مشرك كافر، واللي شرب الخمر اللي شرب الخمر هذا فاسق، فاسق لأنه دي كبيرة من الكبائر. أما اللي شرب بشماله ده لا كافر ولا فاسق، ده خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الشرب باليمين. إذن العلماء عندهم الأخطاء ليس على درجة واحدة، عشان كده بتلقى العلماء صنفوا أبواب، يقول لك باب الردة، ردة ده معناه زول وقع في الشرك، كويس؟ زول جحد الصلاة، جيت قلت له يا فلان خش الصلاة في الجامع، يقول لك الصلاة بتاع شنو يا؟ نحن ما قدروا لاسة، وتلقى بشنبه، يقول لك نحن ما قدروا لاسة الصلاة دي، ها؟ أو يقول لك الصلاة دي ليكم أنتوا يا، أنا ما عندي شغلة بصلاة، هذا جحد الصلاة، كافر ده. فده يدخل في باب الردة، زول استهزأ بالدين، انه على الشباب اللي عندهم سفه في ألسنتهم ذاته، الواحد لو حبشته فكره كده يسيب لك دين، يا زول انت الدين ماله؟ الدين سألك هسي؟ يسيب لك دين في ابسط شيء، هذه ردة. عشان كده في باب براء وده باب الردة للأقوال الشركية أو الاعتقادات أو الأفعال الشركية. في باب ثاني العلماء سموه البدعة، مصنف فيه كتب عديل، كتب مؤلفات، وألفوها الأئمة الأربعة أو بعضهم وكده، وأئمة الإسلام زي أحمد بن حنبل صنف كتاب كامل اسمه أصول السنة، يعني ذكر فيه أشياء، المخالفة يبقى مبتدع، ده كده يسمى مبتدع،
يعني الإنسان الآن اللي بيرى إنه لا بد من ثورة ودماء وإزهاق للأنفس وقتل للأرواح، ها يقول لك ثورة ولا بد نزيل الطواغيت والسلطان ودوطة زي دي، ده مبتدع، ده يدخل في صنف البدع المبتدعين، كويس؟ لأنه التغيير في الشريعة الإسلامية ما تغيير بتاع سيف وقتل لمسلم، ما في حاكم مسلم بيقتله ولا بقاتله. النبي صلى الله عليه وسلم قال اصبروا اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا كما قال أحمد بن حنبل حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، اصبر على الحاكم وتنصحه بالتي أحسن وبالكلمة الطيبة، تتكلم معاه لحد ما ينصلح حاله، تصلح رقبتك دي، صلح نفسك وبيتك ومجتمعك، الله بصلح الحاكم، ده المهم هنا، صلح انت نفسك الله بصلح لك حاكمك. لكن ما ممكن نحن سيئين ودارين حاكمنا يكون شنو؟ يكون كويس. الناس يقول لك يا اخي وين عمر بن عبد العزيز؟ ده انت دار حاكم زي عمر بن عبد العزيز؟ انت زي رجال عمر بن عبد العزيز؟ انت نحن دايرين نكون سيئين ونطالب بحاكم يكون ما عنده غلطة واحدة. يا ناس في النهاية نحن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الأثر قال كيفما تكونوا يولى عليكم. في النهاية انت الحاكم تدعو له بالخير والدعاء له يا اخواننا فيه فايدة، تدعو ادعو له بالصلاح، ادعو له بالرشاد، ادعو له بالخير، ادعو له بالهداية، دعاك له ده ربنا بيصلح به. فالزول اللي بيعمل عكس كده ودار يطلع الناس ويكتلهم زي الان خربوا سوريا وخربوا العراق وخربوا مصر، خربوا ما خربوا بلاد المسلمين، ده فساد في النهايه، فساد وشر. والان تعرف العراق الان تكوس لصدام ما لاقيه، مش صدام كان كرهن وصدام ويشكو كايسين له واحد زي صدام ما لاقيه، لأن الشيعة فتكت بهم فتك عديل انتهت منهم. المهم وقعوا في فساد، عشان كده نحن والله دائما بنوصي اخواننا الدعاة ونفسنا ومجتمعنا انه نحن حاكمنا ندعو له بالخير. هسه بعض الناس يسميها يقول لك دي مداهنة وعلماء السلطان وشيوخ السلطان، والله الكلام ده انت تقوله هسه ونحن ما تعرف ما عندنا مصلحة في كلام زي ده، لكن يوم تقع المصيبة في راسك انت حتى يتذكر كلامنا ده، والله يتذكر كله. الحاكم ده حافظ لك الامن، انت الليلة قاعد في الجامع بمزاج بتحضر في الدرس مرتاح، هل خايف على اولادك؟ خايف على مرتك؟ ما خايف، اولادك قاعدين براهم والبيت فاتح، ممكن يكون حوش ما عندكم ذاته بمزاج يكونوا نايمين كمان شربوا اللبن وناموا. لكن والله الذي لا إله غيره انت يوما تفقد هيبة السلطان وتبقى البلد دي حكومة ما في وفوضى، والله المرقة من بيتكم تغلبك. وكلامي ده ما بقى إلا لزول عنده تجارب ولا بقى لناس كتار بعد ما تقع المصيبة في راسه. يا أخي الناس الآن في البلاد اللي ما فيها أمان يقول لك يا أخي نحن ما دارين قروش، احنا دايرين نكون امنين في بيوتنا دي. فالحاكم خير، عشان كده السلف قالوا 60 عاما بحاكم ظالم خير من يوم واحد بلا حاكم، اخير من يوم واحد حكومه ما في والله يتلبوا عليك كويس ويهتكوا عرضك قدام عينك، انت حتمشي وين؟ يجوك رباط يحط لك مسدس في راسك ويهتكوا عرضك قدامك، حتسوي شنو انت؟ الله تندم على اي ثوره قامت في البلد دي. فهذا الكلام يا اخواننا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الناس ضربت بعرض الحائط، جو الناس وطوالي ثوره واخرجوا وامرقوا الشارع واقتلوا وفجروا وكسروا، ضربوا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم عرض الحائط. النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع واطع، وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع واطع، اصبر. النبي قال لك اصبر، لكن الناس يقول لك لا نصبر لبتين نمرق الشارع، مرقوا مرقوا تمرق الشارع تذوق المره. على اي حال انا ارجع لجواب السؤال فاقول خلاصه السؤال ده يا اخواننا
الأخطاء ليست على درجة واحدة. من الناس من يخطئ وخطأه ده يوديه للشرك، ومن الناس من يخطئ وخطأه يوديه للبدعة، ومن الناس من يخطئ خطأه لا يوديه للشرك ولا للبدعة. والزول دائما لما نعرف درجات الخطأ بيحكم على الناس بالعدل، عشان تعدل بين الناس. ما ممكن يكون عندك كلهم سوا يا أخي. الزول الغلطة غلطة بسيطة والزول الأشرك والزول المبتدئ يكون كلهم واحد؟ لا، ما واحد. ربنا يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. أيوة. وفي من يخطئ، نبهنا جزاه الله خير، في من يخطئ وله أجر، كالعالم اللي تحققت فيه شروط الاجتهاد وشروط الاستنباط واستنبط من النصوص وأخطأ، يخطئ وله أجر. وزي الحاكم أو القاضي، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا حكم وأخطأ فله أجر واحد. يعني غلط، حكم غلط لكن عنده أجر. ليه؟ لأنه هو مجتهد وتحرى الحق. ده بخلاف، انتبهوا للنقطة دي، بخلاف من تبين له الحق ومصر. لا لا، ده ما يدخل في اللي هو أجرين أو اللي هو أجر واحد. لا، لأنه اللي هو أجرين ده اجتهد وما تبين له، أقصد اجتهد وقال الحق. واللي عنده أجر واحد ده اجتهد وما تبين له الصواب لكن قال أحد القولين وقال بالخطأ. أما الزول اللي تبين له إنه على باطل وعلى خطأ ونصحوه، وخاصة نصحوه العلماء، ده تاني ما عنده شنو؟ ما عنده عذر، ما عنده عذر. كده احنا أجبنا على الأسئلة. لعلي أخوانا نكتفي به كده، خلونا إن شاء الله مرة تانية نتم بقية الأسئلة. طيب، ده نعمل آخر سؤال. الأخ بيقول قلة المصلين في 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 الشتاء، الناس البرد مرات ما بخليهم يقوموا الصلاة، خاصة صلاة الصبح بتصعب عليهم شوية. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين إلى المساجد في الظلم بالنور التام يوم القيامة. فالزول لما يذكر حديث زي دي، وإنه المشقة في العبادة بتزيد من الأجر، لما يكون في مشقة كويس في العبادة، مش مشقة في الباطل، مشقة في الحق، يعني لما يكون في أكثر مشقة وأبعد المسافة والبرد شديد والوضو صعب وهكذا يزيد في الأجر. فالإنسان ما يزهد في الأجر، ما يزهد في الأجر، ويستعين بالله سبحانه وتعالى وربنا بعينه. إلا لو كان الزول مريض، عنده التهاب، عنده كذا، فده عنده الرخصة إنه يصلي، يصلي في بيته. نعم، دعاء في شنو؟ أيوة أيوة، صيغة الدعاء الإنسان إذا دعا يقول مثلا اللهم إني أسألك مما من الخير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أو عبارة نحوه، أو وأعوذ بك أيوة من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا طيب، هذا دعاء مجمل وطيب جدا. أي نعم، إحنا أخوانا ما نكثر الأسئلة يعني. طيب، بيقول انه في بعض الناس يقول لك يا اخي نحن ما بنمشي للشيوخ عشان هم يدونا، بنمشي لهم عشان يدعوا لنا. فهو دي كلمة حق، كما قيل كلمة حق اريد بها، كونه انت تمشي له عشان يدعو لك ما فيها مشكلة، هذا حق وهذا طيب. لكن يبقى في سؤال، انت ليه بتمشي للزول بالذات؟ يقول لك عشان هو صالح. طيب الدليل شنو على انه هو صالح؟ يقول لك ما عندهم قبة يا اخي. ايوه، اذا انت لخبطت القضيه، فهمتوا؟ هي كلمه حق اريد بها باطل، كلمه حق كونه زول يقول لك امشي له ويدعو لي ما في مشكله. اي زلمه من المسلمين بيدعو لك، الجامع ده مليان ما شاء الله يهود، وذيل بيصلوا ونحسبهم ان شاء الله على خير. اي زول يقول لا فلان ادعو لي ما في مشكله. لكن انت بالذات ماشي لذاك ليه؟
ايوه اذا عندك عقيده في انه الزول ده الزول ده الله بيستجيب له ما بيستجيب لك انت، وده غلط، ده غلط. وهذه العقيده غلط ليه؟ لانه بناها على انه الرجل ده عنده كرامات وعندهم قباب وعندهم اضرحه والى اخره، فهذه عقيده فاسده يا اخواننا. انما العقيده الحقه انك انت شنو؟ اي زول من المسلمين تحسب فيه الخير قل لا ادعو لي، ما في مشكله كده. اي نعم. اي نعم. اللي هو شنو؟ اعيد السؤال. اي نعم. نعم 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 نعم. الشيخ شكله جا شويه مدخر في، ففي حاجات احنا لعلها فاتتك في الاول شرحناها. مساله اما الانسان الخالف الوسط لو خرج ذات اليمين يشدد التشدد اللي احنا ذكرنا له نماذج زي داعش والتكفيريين والناس اللي خرجوا على الامه وكفروها واساءوا للامه وفجروا وقتلوا، ديل ده نموذج مشدد بجاي. وفي نموذج بهناك ضربنا له امثله، نموذج اللي ضيع العقيده وفرط في التوحيد وضيع الاخلاق والى اخره، ده النموذج بهنا. فده الغلط البهنا والبجاي غلط. انما النموذج الحق دائما الزول يكون شنو؟ على هدي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه الكرام. اما كلمه التشدد اللي ذكر السائل في السؤال، نحن قبل جاوبنا عنها انه دائما التشدد بيكون مربوط بشنو يا اخواننا؟ بانه زول يضيف للدين ما ليس منه، هذا تشدد. هسه انا لو جيت قلت للناس نوع الطاقيه بتاعتي لابسها دانا طاقيه مخرمه كويس، دي طاقيه اهلنا في الغرب بحبها جدا والبسها دائما وبشتري لها طاقيه زي دي. لكن لو جيت قلت لك ها الما لابس طاقيه مقدده ده زول ما كويس ما نافع ما عنده دين، طاقيتي المقدده دي ما فيها نص من قران ولا سنه، ما فيها نص، دي من العادات، عادات الناس، عادة عجبتني عملتها ما في مشكلة. لكن أول ما أقول ده الدين، ده هو الدين، إن إما أجيب دليل وإما يكون ده تشدد. أي شيء طاقية مثلا اللباس الأخضر، النبي صلى الله عليه وسلم كان من السنة يلبس أخضر، ما في مشكلة ألبس أخضر أبيض كده أي إلى آخره. لكن لما تبقى شعار، انتبه، لما تبقى شعار انه لابس طاقيه خضراء ده ولي ولا تابع للاولياء، والما لابس طاقيه خضراء ده لا ولي ولا تابع للاولياء، فهمت كلامي؟ تبقى دي المشكله هنا. لكن كونه مسلم لابس طاقيه حمراء، مسلم لابس طاقيه خضراء، مسلم لابس طاقيه بيضاء، ما دام ما مبني عليها حاجه حكم، ما مبني عليها حكم من صلاح ولا فساد، ما فيها مشكله، لانه دي من العادات. وان كان النبي صلى الله عليه وسلم الافضل عنده شنو؟ البياض. البسوا من ثيابكم البياض، قال وكفنوا فيها موتاكم، لانه هو خير الثياب وانظف اقصد وافضل هو الابيض، هو الابيض. نعم. اي ايوه الله بيسال من الصوره المعلقه في الديوان او في الصالون او في البيت، صوره الزوج وزوجته كويس يا اخوانا. تعليق الصور لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صوره. يعني اذا انت ساعي كلب غيرك الحرف او 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 صيد، اذا عندك كلب حرف يعني كلب بيحمي الحرف أو كلب صيد ده مأذون به شرعا، أما غير كده الملائكة ما بتدخل بيتك. أو معلق صورة أيا كانت، صورة زوج وزوجته أو صورة الوالد أو صورة إنسان متوفي أو كذا، هذا ما بيجوز تعليقه أبدا ما بيجوز. وزد على ذلك لو كانت صورة الزوج وزوجته فيها زيادة منكر، زيادة منكر، لأنه البيت ده قد يدخل الراجل، فكيف تكون معلق صورة الزوجة وقد تكون بلباس
الزواج يعني، ولباس شوية فيه فتنة وفيه زينة، فده يكون حرمة فوق حرمة. نعم. أي نعم. نعم. أها طيب، بيسأل بيقول لأن الصالحين الأوائل من الأمة الصحابة والتابعين وكذا، هل كان عندهم طرق وهذه الطرق الطريقة زعامة شيخ معين وكذا؟ الإجابة ما كان عندهم، إنما الطريقة كانت واحدة، هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة تبع للنبي عليه الصلاة والسلام، والتابعون تبع للصحابة، والأمة كلها تبع للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فما كان في طرق ولا زعامة شيوخ ولا عندهم أوراد ولا عندهم تجمعات ولا كذا، إنما كان الصحابة يتعاونون على البر والتقوى وعلى تعلم الكتاب والسنة وتعليم ونشر الإسلام وإلى آخره. أي نعم. بيسأل إنه لما يكون في محاضرة مثلا بعض الناس بيقوم بيلف كده بالطاقية بتاعته ولا بالعمة ويجمع قروش من الناس المصلين في المسجد، القروش دي إذا كانت تتجمع لباب من أبواب الخير يعني لإصلاح المسجد، لشؤون الحي، لإعالة أيتام، لمرضى، لأشياء زي دي من أبواب الخير، فما فيها مشكلة، ما فيها مشكلة، ودي من أبواب البر يعني والإحسان، والناس تستغل تجمعات زي دي، لأنه دائما المحاضرات الدينية الناس بيكونوا في مجلس إيماني، مجلس إيماني وقرآن وسنة، فالناس بيتحمسوا على الصدقة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع التبرعات في المسجد يعني، لما دخلوا الصحابة اللي كان مجتابين نمار كان يبدو عليهم الفقر، فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة، الصحابة جمعوا الصدقات وأنفقها. نعم. نعم، بسأل سؤال طيب، قال كيفية بر الوالدين عقب موتهما. النبي عليه الصلاة والسلام فيما روي عنه قال بالاستغفار لهما، واحد الاستغفار تستغفر لهم، قال وبالصدقة عنهما، ولو كانت الصدقة صدقة جارية يعني مستمرة النفع، زول يعمل سبيل بتاع موية، يعمل مستشفى، يصين مستشفى، يشتري مصاحف، يبني مسجد، أشياء اللي نفعها مستمر، فهذه صدقة جارية عن الوالدين، صدقة طيبة، فيكون بالدعاء الاستغفار، يكون بالصدقة عنهم، يكون بالحج العمرة عنهم، ببر صديقهم، تشوف أصدقاء أبوك وصديقات أمك تحسن لهم وتبرهم، هذا من بر الوالد ومن البر المتواصل. قال وصلة الرحم الذي لا يوصل إلا بهما، تصل تفتش أرحام أبوك وأرحام أمك، تزورهم، أخوات أبوك، خالاته، عماته، تزورهم بالزيارة الشرعية وتحسن لهم، لو كان عندك مال تحسن لهم وتقف معهم، هذا كله يدخل في بر الوالدين، يدخل في بر الوالدين. نعم. المسلم يهجر المسلم. طيب، هجر المسلم للمسلم يا اخواننا نوعين، اما ان يكون هجر دنيا لاختلاف بيناتهم في دنيا، لقيتني اليوم ذاك ما سلمت علي، وفي عرس فلان ما جيتنا، وما تلي ودع عمي انت ما عزيتني، والى اخره من امور الدنيا، فاذا كان لامر دنيا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، يعني ما يحل لك فوق ثلاثة يوم، والأفضل البيج يبدأ بالسلام يعني يبدأ بالمصالحة. طيب، أما إذا كان الهجر لأمر دين، لأمر ديني، طيب ده ذات العلماء قالوا نوعين، إما أن يكون أنت بتهجر لك في رجل رأس من رؤوس الضلالة وداعية من دعاة الضلالة، زول داعي الضلال وانت خايف على نفسك منه،
خايف يغذيك بشبهات وضلالات ويفسد عليك قلبك ودينك. هذا العلماء قالوا يهجر على الدوام هجري مؤبد، لأنه ده بضرك. النبي صلى الله عليه وسلم شبهه بشنو؟ بالكلب الكلب. يعني شنو الكلب؟ الكلب الحيوان المعروف. الكلب يعني الكلب المسعور. قال ليك الزول صاحب الضلالة ده، داعية الضلالة ده، زي الكلب السعران. في زول بصاحب لك كلب سعران؟ ما ممكن. كويس، فده تبعد منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون في أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. زي الكلب السعران، تبعد منه ده. لكن قالوا النوع الثاني في الدين برضو، زول انت بتشوف انه على غلط، اخوك مثلا، انت القو بس اول ما تدق الحفله، بس دقت في اخر الحله، دق مع اول موسيقى بيطبق نعلاته، شفتها؟ وبو بيمشي لها، بيقتل الحفله للصبح، بيجي راجع فيها مريسه بيشربها، كويس؟ يسكر ويمشي الحفله. ده عنده خلل في الدين. يلا، لكن العلماء قالوا ده الهجر بتاعه حسب المصلحه. لو انت مثلا اخوه الكبير وهو بيقدرك جدا، وجيت قلت له شوف يا فلان انت قاعد تمشي الحفله وبتسكر، انا عارفك والمعلومه دي وصلتني، فبالله انا تاني لو شفتك ها والله سلام الله ما بيناتنا. انت لو قلت له كده، هو بعظمك جدا وبيحترمك، هو الكبير وكذا، بديك مكانتك، يقول لك والله تاني ان شاء الله تعالى انا ما بمشي. يلا، قام مشى، الشيطان سول له وسولت له ونفسه مشى. اها، انت قلت له شوف انا مش كلمتك، تاني في سينيتك ما تقعد معي، يلا مش يا زول. دخل الغدا ما قعد، بعدين جيت وقت النوم ما قابلته وصار له، ألمته شديد، جاك اعتذر لك وقال لك يا اخي والله يا فلان والله انا غلطت، وانا ان شاء الله تاني وان شاء الله ما بمشي وكده، ودي بقت له سبب بتاع هدايه، تاني ما مشى. العلماء قالوا هذا هجر مشروع، لانه فيه شنو؟ فيه مصلحه. هذا هجر فيه مصلحه. لكن انت لو اخوك ما عنده لك تغييم ذاته، ولا ودي ارامكو، ولا زول في الحله، ولا صاحبك، قلت له شوف والله تاني تمشي الحفله دي ولا كده، ولا تمشي شيل فلان المعصيه الفلانيه، تاني لا بيني لا بينك، يقول لك روح وانا داير بك شنو ذاته. وماشي في شغلته، يسكر ويمشي الحفله وفي شغلته ماشي زياده. العلماء قالوا ده هجر، ها ده ممنوع، ما له مصلحه، ده ما تهجره، ده تقربوا ليك. لما الحفله تدق بيا تقول تعال فلان، يا عليك الله تعال تعال، اروح عليك الله نمشي نشرب لنا قهوه بجاي وكذا، ويبقى صحبتك معاه شنو؟ تشغله من الحرام. فهنا قالوا الاولى الوصل ما الهجر، وهناك الاولى الهجر ما الوصل، وكل إن في النهايه تقوم على شنو؟ على المصلحه الشرعيه، انك تنشل الزول من الخطا الى الخير وتقوده الى بر السلامه. يا اخواننا الاسئله بالطول، وانا اسمح لي ان شاء الله يوم ثاني نعمل محاضره ونفتح فيها باب اكثر للاسئله. جزاكم الله خير، اسمحوا لي انا اقف عند هذا الحد. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمه الله.